أنا الأول بشكركم وبشكر نايل دراما وبشكر التلفزيون المصري خصوصا إنه في تكريم وفي عارفة زي تقدير لأعمال بتحصل. الواحد يبقى مبسوط إنه يتكرم عن حاجة عملها وتعب فيها، أولا نجحت النجاح ده، وعارفة في كده ساعات أعمال بتحسيها فيها كده توازن، فيها حاجة حلوة كده أنت بتصوري. أنا مبسوطة جدا من دور داليا اللي قدمته طبعا مع كل النجوم زمايلي اللي كانوا موجودين. وأظن من أهم مميزات المسلسل إنه أي دور كان مكتوب كان أساسي، ما تحسيش في دور مكتوب ومالوش معنى درامي، يعني مش يعني عشان نضيف أدوار، فده يعني هتشوفي دوري ودور كل زمايلي كان مؤثر، كل واحد في منطقته في مكانته. يعني الناس لما كانت بتشوفك يقولوا لك إيه عن المسلسل آرائهم؟ لا الناس كانت مبسوطة جدا الحمد لله، بيبقى فيدباك على طول يعني. وخلال رمضان لو أنا مثلا في حتة في سوبر ماركت يقولوا لي داليا رحيم، عارفة يعني. أيوة بتشوفي على السوشيال ميديا طبعا، بتحسي من كل الناس، بتبقي حاسه اكتر مين بيجامل او مين بجد رايه انه عاجبه العمل انت بتعمليه. وانا ما حسيتش فرحين من حد بيجاملني، لا ابدا، كان الناس بجد عاجبها المسلسل.